الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله رحمه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح لي أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تلي من سورة إبراهيم عليه السلام، وما كان لنا أن نمر على الآيات دون وقوف معها، فما أنزل الله كتابا لمجرد التعبد به وتلاوته، وإن كانت التلاوة غاية مطلوبة وأمر من الله عز وجل، حين قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أجر القرآن، فالتلاوة مطلوب شرعي، وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ومع الأمر بالقراءة ذم الله تعالى من جعل حظه كله من كتاب ربه مجرد التلاوة، فقال الله تعالى ومنهم أميون، وصفهم بالأمية جهالة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أماني كما قال ابن كثير وغيره، أي إلا تلاوة، فمبلغ علمهم من كتاب ربي تلاوة، إلا أماني، والأماني بمعنى التلاوة، وجاء في موضع آخر قال تعالى ما أرسلنا من قبلك رسولا ونبيا إلا إذا تمنى أي تلا ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، إذا ندرك هذا المعنى، فذم الله من كل حظه من كتاب ربه وجرد تلاوته، ثم بين تعالى الغايات العظمى من التلاوة حين قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولم هنا لم تعليه بسبب لم أي علة هذا الكتاب أن تتدبر آياته، ليتدبر آياته، ثم زاد التفصيل فقال وليتذكر الباب أيضا نمت عليه الأخرى ويتذكر كما قال ابن القيم أي يعي ويعني، إذا مطلوب تلاوة مطلوب تدبر مطلوب وعي مطلوب عمل مطلوب حمل هذا الحق إلى الخلق، وإلا فما جاء كتاب ربنا لنكتمه في صدورنا ووعيد الله يلاحقنا حين قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بيانة الهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فحتى التائب لا تقبل منه توبة إلا بالبيان، وإذا استثنى الله عز وجل هذا الاستثناء فقال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فالذي كتم هذا الحق ولم يسمع غيره به رب العباد لا يقبل التوبة حتى يبلغ الحق، هذه معاني خمسة لا بد لنا من إعاشتها ومعرفتها معنا. الآية التي تليت حقيقة طويلة والوقت لا يسمح بشرحها كلها، لكن أكتفي بمثلين ضربه رب العباد في ختام التلاوة، والأمثال ما ساق علم القرآن ما
ما ساغ الرحمن لمجرد المرور، بل قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال علم من أخطر العلوم التي ساقها لنا العباد في القرآن من بين العلوم التي أفاض بها علينا حتى يحملنا حملا على وعي هذه الأمثال ومعايشتها في حياتنا. المثال الأول قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. كلمة، كلمة، أي كلمة؟ لأن الله عز وجل استعبدنا من هذه الكلمة وجعلها الأصل في دينه. والكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أصل التوحيد، بل هي مصدر النقل والتحول من الكفر للإيمان. لا إيمان بدون إقرار بها، بل هي كافية إن قالها صادقا رتب الله عليها محو ذنوب ربه. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قوله لها مقرا بها رتب الله عليه أن يجب بكل ما اقترف من معاصي ربه. وفي هذا يقول عن المعاصي: لما أسلمت وهاجرت المدينة فقلت: يا رسول الله أبسط يمينك غيرك، فبسط النبي يمينه فأحجبت. قال: ما أحجبك يا عم؟ قلت: أشترط لنفسي يا رسول. قال: ما تشترط؟ قال: أن يغفر لي، أنا ارتكبت جرائم في حق الإسلام والمسلمين في هذه الجاهلية كلها، أشترط أن يغفر لي. قال: يا عم، أما علمت أن الإسلام يدب ما قبله وأن الهجرة تدب ما قبلها وأن الحج المبرور يجب ما قبله؟ فجعل دخول الإسلام من الكفر دائرة الإيمان بالشهادة كافية أن تمحى جميع الذنوب، بل تتحول سيئات إلى حسنات. بكلمة، بكلمة، كلمة، لكن شريطة أن يقولها من قلبه موقنا بمعناه: أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة ما أثقلها في موسم الله عز وجل، والناس عندها في غفلة. ثبت في الحديث الصحيح واشتهر بحديث البطاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا ينصب له الميزان يوم القيامة فيفرد له 99 سجلا. السجل كده، السجل مد بصره، يبقى طول الكتاب كام؟ 70 كيلو، 7 كيلو، في 99 دخلنا في مغرب 70 كيلو. السجل مد بصره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيها حسنة. 99 سجل والسجل المد بصري كلها مكتوبة ومسودة بالسيئات، ليس فيها حسنة. فيقول الله تعالى: يا عبد، لا يظلم أحد عندي، لا يظلم أحد عندي، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. عبد، لا يظلم أحد عندي. إن لك عندنا بطاقة، ولذا سمحت بطاقة. بطاقة عن إيه؟ قصاص الورد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول عبد الحسن: وما تصنع البطاقة يا رب؟ البطاقة التي كفي دي أين تذهب في هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى للملائكة حتى يغيرهم على تقديره وتدبيره تعالى:
يا ملائكتي ماذا بالبطاقة؟ وهو عالم فيه. يقولون يا ربنا، قال يوما، يوما من قلبه، لم يقل بسلبس، قال يوما من قلبه لا إله إلا الله. فأقول تعالى زنوها بعملها، ضعف كف الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت باسم الله، فلا يثقل مع اسم الله شيء. كلمة لو صدقت فيها لطاشت باسم الله. على أي أساس تقول؟ ده أصل الدين، الشهادة أساس الدين، أساس التحول لكفر الإيمان، أصل كل الدين، الدين كله قام عليه. الصلاة لا شرعت، الصيام لا شرع، الزكاة لا شرع، الحج لا شرع، كل شرع. الصلاة لماذا شرعت؟ لمجرد الصلاة؟ قال له أقرب الصلاة للذكر لتوحيد الله. وكذلك إنسان أكلت الصيام قال لتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحج قال لن ينال الله لحومها ولا دماغها ولكن لا تخرج. وقس على هذا، فكل أعمالنا وحياتنا قامت عليها. طيب الشهادة لماذا حليت بلفظ الأشهد؟ لماذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ لم نقل لا إله إلا الله بشرط. ها؟ عشان نفهم بس الناس تقول ده، نفهم. لماذا نشهد؟ الشهادة يا إخواني لها قواعد. والصحابة لما سألوا النبي عنها صلى الله عليه وسلم سمعوا الصلاة عليه تبقى خلف الصلاة والسلام عليه الصلاة وزيد هذا مسلم عليه الصلاة والسلام. تعبانك أحيانا شكلك معينين عظيم نايمين من الدرس عليه الصلاة وزيد هذا مسلم عزيزي بتاتي بالمسجد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، لما أسأل النبي عن الشهادة أشار له الشمس في واضحة النهار وقال للسائل على مثل هذا فاشهد. لا تشهد الا على امر واضح وضوح الشمس في وضوح النهار. ايوه. وانا اسال لما نقول اشهد كلنا نقول اشهد على اي اساس نشهد؟ اخطر كلمه في حياتي شهدت. اشهد على اي اساس اشهد؟ انت عشان وصلت عالم غير مسلمين. ما لم تفهم هذا الاصل قد يشككون في دينكم. على اي اساس نشهد؟ رب الباب وضع قواعد. هل منا احد راى ربا؟ ابدا. مستحيل رب بضعف من البشر يستحيل ان رب. واللي اقوى منا جسمانيا وايمانيا لا يستطيع ان يرى. نبي الله موسى من أقوى الناس في الدنيا من أقوى الناس إيمانا بين يدي ربه تعالى. ولما بلغ أشده إيه؟ واستوى. ما قال تعالى استوى حق بشر إلا الذين هم مسلمون. يعني استوى. ها؟ نقرأ القرآن في الدنيا مستوى. استوى أخواننا بلغت قواه أعلى درجاتها، يعني وصل أحد الوصل، سمع أحد السمع، شم أحد شم، عضلات أقوى عضلات. بدليل قصة الصراع اللي كان بين رجل من أهل الشعب المصري وراح يحجز به، واحد يحجز اللي بيحجز ده بيعمل إيه؟ بيخان يضرب؟ أبدا. يقول تعالى فهو كذاب موسى، إيه هو كذاب موسى؟ ها؟ ده الوكس؟ لا. هذا يقال لكما يبقى ضربت قطار الكف اسمها لكمه، ببطن الكف اسمها لطمه. طب اللغز ايه؟ بقطار الفرصان. انا بحدث بالاثنين بدفع ده بدفع ده. الدفعه دي مات فيها الراجل. فان كانت الوجزه
قضت على بني آدم. أما لو أنت رجمة تعمل إيه؟ تخفي. وذلك فرعون نفسه رغم جبروته، رغم جبروت فرعون وادعائه الألوهية وادعائه الربوبية، جالس على كرسي النبي موسى أمامه في قصر، والملأ من حوله خاف يقترب منه، جالس على كرسي يقول له ذروني أخذ المسلم، سيبوني عليه. لو حد مسكك، حد مسكك ما تخلي ذروني أخذ المسلم. ليه؟ يقول لك ربك إني أخاف على بدي ليه أو نظر أقل نظر في الأرض رسالة. طب راجل أرب، ولو أرب عارف لو خد الأكبر انتهى. لأن قلت سيدنا موسى كان ضعف جدا. ليه؟ من لحظة ولادته تكفل الله بطاعته. قال له ألقيت عليك محبة منه ولإيه؟ ولتصنع على عيني. رضيع وفي شدة الجوع والتابوت يرسي به على القصر، يأتوه بكل مرضعات القصر ما استطعم لسانه لبن امرأة قط إلا ودمه المجاهد. من الذي أحل له أمه حرم عليكم لبن؟ إذا قلت تعالى وحرمنا عليه امرأة، يوم اللي حرم؟ اللي حرم عليه الرابع حرم عليه الحرام. طعام ربه في يدي فرعون، ما الذي يبقى عليه؟ فرعون أكل فرعون كله حلال ولا في حلال وحرام؟ سيدنا موسى يستطعم الحلال ويرفض الحرام عمره كله، فتربى على ايه؟ على الحلال الخالص، والحلال مطرح بيسري يبني حافظين ها؟ بيجيب نتيجه. فكانت النتيجه ان عضلات سيدنا موسى خلصت مشعورين جدا، لا تعديل قوه. بلاش عيب لما رجل صالح لما وجدهم لا استطعنا السقيا لان البئر عليه زحام شديد، كان عندهم في مدينه بئرين يسقوا يوم البئر وثاني البئر. البئر الذي يسقوا منها وضع عليها حجر ضخم بمساحه البئر، الحجر لا يقوى على حمل الا 10 متر. سيدنا موسى قال زحام شديد مش قادر يدخل وسط الناس، قال لهم البئر اللي فيش سقي فيه، شال الحجر بيديه وضعه في جنب وسقى البلد ورجع رجع الحجر تاني. ولذلك البلد كمان شاف المنظر عمرهم مرة راجل بهذا الكبر، حتى يعني اول ما وصل لابيه قالت يا ابت استجر ان استجرت خير ما استجرت، مش قوي القوي عرفتها. القوي اللي اوتي قوه لم نرى مثلها في البشر قط. ان خير ما استجرت ايه؟ مش قوي القوي الامين، قمه القوه وفي نفس الوقت قمه الامانه. فلم نرى مثل قوتي قط ولم نرى مثل امانتي قط. شخصيه فريده ومعقول النبي انه مسلم بدنيا. اوتي قوه ايمان دي واحد من العزم الرسل خمسه اقوى الخلق ايمانا في التاريخ البشري كله. ومع ذلك لما قال الضروري يقول رب رؤيا قال لن ترى بحالاتك البشريه لا تتحمل هذا. امكانياتنا مش ضعيفه. الانسان فينا يستطيع ينظر في نص الشمس ربع ساعة عشان دقائق يذهب بصر. فكيف بنور الله ونور الشمس فيح من نوره؟ لو طل عليه نور لأهلك. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حجب ذاته بحجاب لوهتكه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه مد بصره. وصل معنا؟ ها؟ قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. على فكرة الجبل ده لسه موجود لغاية الأرض في منطقة زاد كثير. ومسمينه جبل الدك. تروح هناك تجد الصخرة بقت على بعضها وتحولت من صخر صلب لشبه رمال دمشق. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا المسلمين. اذا امكانيات البشريه مهما اوتينا من قوه وفتوه وايمان لن نقوى على رؤيته. فعلى اي اساس نشهد؟
ولم ترى. ها الحق ليه عندنا اسس مش اساس؟ اول هذه الاسس دلت على ان الخلق ضعيف جدا وفي ركن صغير جدا من كون النفس. احنا عايشين فيه كلنا على الارض لحد العاش مره. كل البشر فين؟ الارض. ما الارض؟ كره صغيره جدا تسبح طبعا بالنسبه لنا ضخمه جدا لكن بالنسبه للكون شيء لا يذكر. تدور حول نفسها حول الشمس مع مجموعه كواكب مثلها ليكون من سبب المجموعه الشمسيه. وعلى فكره مكتشف هذه العلوم علماء المسلمين هنوضح وذلك كلها اسماء عظيمه. هذه المجموعه الشمسيه قرص الشمس واحد وكم شمس والارض حجما مليون كره ارضيه. الشمس اللي على وقت الشروق والغروب هذه تساوي مليون كره ارضيه في حجمها. هذه المجموعه الشمسيه بكاملها عباره عن حبه في عقد، مجموعه تسبح مع ملايين المجموعات لتكون ما يسمى بالمجره. والمجره التي نحن فيها اول مكتشف هو علماء المسلمين وسموها مجره درب التبانه. ولا زال هذا اسمها العلم الذي لا عرف له غيره. مما تتكون مجره درب التبانه؟ من ألف مليون مجموعة شمسية من أصغرها من روحنا الشمسية. ألف مليون مجموعة في مجرة واحدة. المجرة اللي بتعملها عبارة عن حبة في عقد، دي مجرة تسبح مع مجرات في فرق آخر. اكتشف منها للآن أكثر من ألف مليون مجرة. والبقية أين نحن من هذا كله؟ نحن الأرض لنا وزن ومع ذلك دائماً تعالى على كل هذه الكواكب النجوم مجرد زينة للسماء الدنيا. والله يا أخوانا نعرف يعني مع بعض خبرة عند فلك زيت فعلا مع الحركة الدؤوب تلاقي مع التصوير الضخم الكبير تجد بالضبط كل هذه الكواكب النجوم مجرد زينة للسماء الدنيا. زينة بالضبط مع التغير الزينة دي في كل ثانية تتغير. بل في كل جزء من الزينة تتغير. اللي عايز ياخذ رسومات هندسية في كل جزء من ثانية يرسم مئات اللوحات. شيء يوسف زينة. كل ده زينة؟ أيوه زينة. إذا يقول تعالى إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض وما بينهما. ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هتقول لي طب الكواكب والنجوم أيضا زينة؟ قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فجعل النجوم والكواكب كلاهما زينة السماء الدنيا. طيب مسلك هذا زينا بلوحة كذا كم تساوي؟ حجم؟ لا تساوي شيء. إذا كان هذا هذه الكواكب والنجوم ضخمة مجرد زينة. الأصل حجمها قد إيه؟ السماء حجمها قد إيه بالنسبة لنا؟ شيء قريب، ده إحنا كل اللي نراه إنها جزء صغير جدا. ها؟ ترى جانب واحد مثلا القطب السماوي. القطب، لن ترى قطب. طب واللي في الأرض من جهة ثانية يرى إيه؟ قطب تاني. هي كرة ضخمة جدا يا إخواننا. كل الكواكب والنجوم تلعب في داخلها تدور في داخلها. هذه السماء الدنيا الرهيبه الرحيبه الواسعه جدا الضخمه جدا تخيل بالله عليك مع شده اتساعها لم تحتاج لعماد واحد يرفعها من شده الاتقان كما قال تعالى بغير عمل ترونها على عقل للمفسرين. لكن قول قال رجل في قول ان لها عمل لا نراها قول الجمهور انها بلا عمل. بلا عمل. سماء الدنيا كم سمكها؟ مثل ما بين السماء والارض. يحيط بها فراغ بين السماء الاولى ثم كره اخرى كبيره اكبر منها السماء الثانيه.
ما بين السماء الاولى والثانيه مثل بين السماء والارض. دي مجرد سلك السماء الثانيه مثل بين السماء والارض. بين الثانيه والثالثه مثل بين السماء والارض. سلك السماء الثالثه مثل ما بين السماء والارض الى السماء السابعه. كم حجم السماء الاولى في السابعه؟ كحجم الارض بالنسبه للسماء الثانيه. وصل معنا ده؟ كم حجم السماء السابعه؟ شيء مهول. الشيء المهول اللي تراه مهول ده في ملك الله لا يساوي ذره. وانتم تقرؤون كل يوم عقب الصلاه آية التوحيد المسلم، آية الكرسي. ختمها الله بقوله بدأ الله لا اله الا هو الحي القيوم، وختمها بقوله ولا يئوده حفظهما وسع كرسيه السماوات والارض، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما هو العلي العظيم. ايه كرسيه؟ ها؟ الكرسي ما يضعه الجبار تعالى تحت قدميه. والكرسي يبقى العرش. فإن وسع الكرسي في السماوات والأرض بالعرش حجمه قد إيه؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة بينهم حين قال في حديث الأذرع والود مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. لو أخذنا خاتم وضعناه في صحراء نياجرا، ها؟ ولا صحراء ألاسكا ولا صحراء أفريقيا، كم يساوي خاتم صحراء أفريقيا؟ السماوات السبع والارض السبع بالنسبه للكرسي كحلقات في الفلاه. يا الله. قال والكرسي في العرش كحلقات في الفلاه. اين نحن رب العرش؟ ورب العباد يعقل على هذا كله فنص على ذلك في القران نصا. ويبين مشكله الخلق الذين لم يدركوا معنى الشهاده في حقه فيقول وما قدر الله حق قدره. ثم اصرف لنا جانب المقدر فيقول والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات سبع ايوه مطويات بيمينه. والنبي يصرف هذا المشهد صلى الله عليه وسلم فيقول تجمع الارض يوم القيامه وتطوي السماوات السبع في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدهم. فإن كانت السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدهم. هل يمكن للعقل البشري أن يتخيل سرعة الرحمن؟ يستطيع أن يدرك قدره؟ يستحيل. بالكلام العقلية الضعيفة جدا يستحيل. لكن الرحمن من مني وكرمني علمنا انه لا يعرف قدر الرحمن الا الرحمن. فقال تعالى الرحمن فاسال به خبيرا. ولا خبير الرحمن الا الرحمن. لا يعرف قدره الا هو. لا يمكن لعقل بشري ولو حتى اقول صفه البشر الانبياء تدرك هذا المعنى الخطير جدا العظيم جدا في حق. لذا تجلى من عليانا من فوق عرش سمائه وشهد لنا بما يعلم عن ذاته. فقال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو. هذه شهاده خبير بذاته تنفع اصلا لا ما تنفعش. ده هي اصل اصول النبي لما نزلت قال وانا اشهد ما شهد الله به نفسه. وكفى بالله شهيدا. ان لم يكن ربنا شهيدا على كل شيء فمن؟ من؟ الرحمن يتجلى من الاعياد ليعلمنا شهادته في حق ذاته ثم نشهد بغيرها. ينفع؟ فاصل الشهاده أننا شهدنا لله الوحدانية بناء على شهادته لذاته. وده الأصل الأول. ولابد أن ندرك لأن الذي لا يدرك خد عقله ها؟ يبقى عاقل ومجنون.
رحم الله ابن الشافعي حين قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. ناقص العقل شديد الجهل يدعي كمان عقل ويدعي كمان علم، ينفع؟ ينفع يا اخوانا؟ كلنا كذلك، ما منا واحد جمع علم ولا منا واحد كمل عقله حتى يدرك ما غاب عنه. مدركات، مدركاتنا فين؟ السمع والبصر والفؤاد، الخيال الاخير. نتخيل حتى خيالاتنا دون الواقع بكثير جدا جدا جدا، وزاد القران يلفت انظارنا الى هذا كثير في القران. لما يقول تعالى: ولو ترى اذ وقفوا على النار. ايه اللي يحصل؟ ولو، لو اداه شرط، ذكر فعلها ولم يذكر الجواب. في الجواب سكت عنه. ليه؟ عشان يبين لنا، يفتح لنا باب الخيال. نتخيل بس، ولو ترى اذ وقف على النار، كل واحد فينا تصور لو وقف على النار ايه اللي يحصل؟ هيشوف ايه؟ ها؟ كل انسان فينا له خيال مختلف عن السابق. لو اننا طلبنا من كل واحد تخيل شيء عن لحظه عرضه على النار، رسم في كاريكاتير ولا في صور، هيطلع المشهد بكام رسمه؟ مليار ترسمات. لو جمعنا كل الرسومات، الامر فوق هذا كله. لذا قال على المرء: سكت الرب عن ذكر الجواب هنا لتذهب العقول في كل مثل، والامر فوق ما ذهبت اليه العقول. وكذلك على الارض قال تعالى: ولو ترى، مره اخرى، اذ وقفوا على ربي. لو وقفنا بين هذه الأداء، إيه اللي يحصل؟ إيه اللي هنسمعه؟ إيه اللي هنشوفه؟ إيه اللي نراه؟ إيه الجديد اللي هنعلمه؟ قال: ولو ترى إذ وقف على ربي، وسكت عن ذكر الجار، لتذهب العقول في كل مذهب، والأمر فوق ما ذهب إلى العقول. إذا تدرك، الذي يدرك أن العقل حد هو عاقل، والمخبول الذي لا يرى العقل حد يبقى عاقل ومجنون. لذا قال السلف: الجنون فنون، وهذا من فنون الجنون. ندرك هذه المعنى. اذا شهد الله لذاته، فهل لنا ان نشهد بغير شهادته؟ وفي احد اعلم من العليم من العليم؟ في احد اخبر من الرحمن بالرحمن؟ ابدا. لذا كان الاصل الاول الذي بنى عليه كل اهل الايمان من الأنبياء والتنازل، كان هذا الأصل: شهادة الله لذاته، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ده الأصل الأول. يبقى نقول أشهد أن لا إله إلا الله، يكفينا الله شهد ذاته. رب أنا أشهد ما شهدت به، وأنا لا أملك إلا هذا، ولا طاقة لي على غير ذلك. فإن شهدت أنت فكفاني شهادتك. بس لا، بل رب العباد ارتضى شهادة بعض المخلوقات، فقد شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكه واولو العلم. وبعدين قال قائلا بالقسط، نلحظ دقه سياق القران. لما تحدث عن الشهاده اشرك معه الملائكه والعلم، لكن قائما بالقسط لم يشركوا فيه. يبقى تقدير الايه: شهد الله انه لا اله الا هو، قائما بالقسط. لكنه جاء بجملة اعتراضية في الجزء الأول: شهد الله أنه لا إله إلا هو، قد والملائكة وأولو العلم. نعم، قائمين بالقسط. لا، مش هم القائمين. صحيح. ده هو القائم بالقسط وحده. سبحان الله. يبقى شهد لذاته بالوحدانية، وشهد لذاته بقيامه بالقسط في الكون كله. قائم بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، كل ده ديمومة لشهادة الله في حق ذاته. يبقى شهد لذاته بالوحدانيه، وشهد لذاته بانه قائم بالقسط.
كل دي معاني تحتاج شرح يطول، مش وقت الآن، عايزين نطلع بس بالمسجد. سامحوني، أنا كل ده عشان نوصل المسجد. واضح المعنى؟ إذا شهادة الله لذاته هي الأصل الذي نبني عليه شهادته. ومع ذلك قبل الله شهادة الملائكة. إيه احتكاك الإنسان بالملائكة؟ مفيش إنسان احتكاك بيهم بالليل نهار. ومعنى الليل نهار لكن لا نرى وهم يرونه ونجد اثاره في حياتنا في دقيقه وجليله. وضحت؟ بل ان الله عز وجل لما خلق ادم خلقا مختلفا عن كل خلق، في كل خلق ربنا بدخل الخلق بكلمه كن فيكم الا الانسان، خلقه بيديه. وده أعظم تهيئ يا الله. وإحنا بنقرأ ذات وكأنها لا أثر لها في حياتنا. إبليس لما أبى كان رد عليه بهذا الحقيقة، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ تخيل رب العز يتجلى معليه ليأخذ من طين الأرض ويخلق الإنسان، أي تكليف بعد ذلك؟ إبليس نفسه شعر بهذا، ولذلك لما أبى السجود اسأله ما منعك أن تسجد للمغرب؟ أستكبر؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ كرمت عليه؟ تاخذ الطين الكرام عليه؟ فكان هذا موضع استكبار وسبب حسد هذا تكريم الله له. لما كرم الله هذا الملائكة أنفسهم وجدوا في خلقه حرج. ليه؟ قالوا لما قال إن جعل في الأرض خليفة قال تجعل فيها من يفسد فيها يفسد في الدماء ونحن نسبح بحمدك ونسبك. جاء الجواب من علي قال إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم خلق هذا ما لا تعلمون. طب إيه اللي أعلمه؟ الطين. لكن يعلم الروح؟ طب مما خلق آدم؟ ها؟ خلق من ايه؟ طيب. من طين بس؟ الطين واحد من ادم؟ لا طبعا. ولا نفخة الروح؟ نفخة الروح. ما قبل تحل بنفخ. طب مما خلق الجن؟ نار. نار بس؟ ولا نار ونفخة؟ نار. نار ونفخة؟ مما خلق الملائكة؟ خلق الملائكة؟ نور ونفخة. من نور ونفخة نفخ عليه. طيب، هل النفخة اللي في ادم كالنفخة التي في الملائكة كالنفخة التي في الجن؟ هو ده موضوع التباين. الملائكة لما قالوا ما قالوا ما من واحد يعلم غيب، ما من واحد يعلم غيب. لماذا قالوا أتجعل فيها يفسد فيها يسفك الدماء؟ هل رأوا آدم سفك الدماء ولا أفسد؟ ده لسه النفخ ده دخل. لكنهم قاسوا خلقه على خلق الجن، وده موضوع القياس. الأصل في روح السموم لما التحمت النور، النور ثاني سمى النور مع الروح، فجاء الملائكة في عطاعة بلا معصية، سموه بلا انسفال. لما التحمت النار بالروح انحطت بالروح فأفسد الجن. الله أكبر. قاس عليها، إذا كانت النار لما التحمت بالروح أفسدت الروح وانسفلت بها، فكيف لو التحم بالروح الطين والطين أدخل النار؟ هذا موضع الناس. فرأوا أن آدم بطينه سينحط بروحه أشد من الجن. فأراد الله أن يبين لهم أن في خلق آدم سر مش موجود عندهم في نفخة الروح. قال إني أعلم ما لا تعلمون فأعطى درس عليهم. الروح يا أخواننا سرها في قلب الإنسان. لو في قلب كل مخلوق. ولذلك الخروج لما تطلع من تطلع من فين؟ من صدر. بتطلع من الصدر وتصل للتراقي بعدين حكومة تسحب الملك. كلا إذا بلغت التراقي. التراقي فين؟ أعضاء الدول. ما هذه منطقة. فلولا إذا بلغت الحكومة طلع من هنا. وصلت؟ سر الروح في القلب.
طب ازاي نميز نفع النفع؟ في قوة القلب. فعرض الله الأسماء على آدم كلها في حضرة الملائكة والجن. ابن اسحاق قلب آدم وفيه سر الروح استوعب كل الأسماء حفظا واحتفاظا. ميزتين خصلتين، حفظ كل الأسماء واحتفظ بها فترة طويلة. هتقول لي حفظها من علم آدم، طب احتفظ بها الآن فين؟ حد يعرف؟ لا نفسه. قال ثم عرضهم على الملائكة. ثم لغة تفيد العطف مع التراخي، يعني ما حدث العرض بعد تعلمه وحفظه بل بعدها بسنين. فثم أفادت مد، مدة طويلة، فدلت على الحفظ والاحتفاظ معا حفظ الوقت. ثم عظم الملائكة قال أنبئون بأسماء هؤلاء. قلوب الملائكة وقلوب الجن ما استوعبت ما استوعبت الآدم، فدل على أن نفخة الروح في آدم فاقت الجن والملائكة. لذا صرح تعالى فقال والتين والزيتون وطول السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في تقويم ولا أحسن تقويم. إيه معنى أحسن؟ سر التفضيل، يعني فاق في تقويمه كل مقوم وكل الخلق مقوم من ملائكة وجن كل مقوم. قال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه، ومع تقويمه لكل شيء جعل ابن آدم في كل هؤلاء. أحسن تقويم، أحسن تقويم في قلبه. طبعا الناس صارت أحسن تقويم كل واحد عن هواه. جماعة الفلاسفة قال الإنسان أحسن تقويم عشان هو الإنسان بعيد مخلوق واحد يفكر والباقي بهايم ما تفكروش، وهو اللي بيعمل غيره اللي يعمل. الجماعة بتوع الكلام يقول لك لا لا فضل الإنسان كل لأنه حيوان ناطق، والكلام ده مازال تعريف في درس في مدارس الجماعة. أليس كذلك؟ يعرف الإنسان من إيه؟ جد. حيوان ناطق. طب يا حيوانات تعدون حيوانات؟ حاجة جد والله. حيوان ناطق من قالوا من الحيوانات اللي ناطق. ها؟ الجماعة بتوع العلم الاجتماعي يقول لنا الإنسان فضل لأنه اجتماع طبيعي. الجماعة الصوفية يقول لك لا لا فضل لأنه المخلوق الوحيد المسبح الذات. كل الكلام ده باطل. كل باطل لا أساس له. والقرآن رد عليه كله. هجيب آية واحدة بس تقطع كل كلمة. يقول تعالى وبشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل. طب النمل مخلوق زي الإنسان مش مخلوق؟ نعم. طيب حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. لم نملة ولا النملة؟ نملة. عرفها ولا نكرها؟ نكرها. تبقى نملة معروفة؟ لا. ولا من عوام النمل؟ عوام النمل. يبقى لا وزيرة ولا أميرة ولا سفيرة ولا مسؤولة؟ ها؟ ورئيس ولا عمدة حتى؟ من عوام النمل. ونقول حتى إذا أتوا على وادي النمل المدينة بتاعتهم. طب هي النملة فين؟ دي من شمال القوم ساكنة في الضواحي في أطراف المدينة مش في التاون داون. وصلت لأنهم وزن ولهم دولة ولهم شوارع وطرقات ومدنهم مقسمة هندسيا تتعلم منها البشرية كل قاعدة هندسية في تنظيم البيوت وتنظيم المخازن وتنظيم الطرقات. ما فيش طريق واحد يحصل فيه حادثة، كل تويز حاجة فل حاجة تعلم التخطيط الأمراني كله، تخطيط الطرق كله تعلم النمل. نملة من عم نمل أي نمل؟ لمن قالت نملة؟ يتكلم تكلمش؟ يبقى دخلت معنا في التعريف. لما الإنسان حيوان ناطق يبقى النملة إنسان. ينفع؟ قواعد التعريف عند علماء التعريف قالوا شرط التعريف أن يكون جامع مانع. جامع يعني يجمع كل أفراد الجنس الذي يعرف ولا يدخل في جنس من ليس منه. بجمع نمانع يبقى جامع، جامع كل أفراد الجنس
ومانع يمنع دخول اي جنس اخر على هذا الجنس. ده التعريف الحقيقي صحيح، لكن التعريف ده تعريف حيوان، ها؟ يبقى ينفع يمسك انسان حيوان؟ حيوان ناطق. طب النمل ناطق بالانسان بتعريفه ايضا، ها؟ قالت نمله، قالت نمله اي بتتكلم كلام عادي؟ لا، ده رب العباد ذكر لنا جمله واحده عنها عن سيدنا. الجمله دي لمؤاخذه يعني لو جمعنا كل احوال حالنا كلنا مع بعض مش هنعرف نجيبهم ازاي. يا الله. يقول لما قرطبي جمله النمله حوت 10 اساليب بلاغيه. جملتنا فيها كم؟ كم اسلوب بلاغي؟ احنا في البطاطا. سلامات. سلامات. مدرك 10 اساليب بلاغي. ثم يبين تعالى قمة عقل النمل وفكرة. ضع نفسك مكانه. جيش قادم على بلدك. سيبيد شعبك. وأنت أول من يرى الجيش. تعمل إيه؟ هتشوف لك مدفن. مش كده بيه؟ أي حفرة رجوح تنزل فيه فورا. مش كده بيه؟ يعني أنت فررت بنفسك ودمرت أهل جنسك. يبقى التصرف تصرف عاقل رشد ولا قيمة إلا منين؟ طيب النملة عملت إيه؟ نملة مش عادية، ده نملة استشهادية فقيهة تعلم أن المصلحة العامة إذا تعرض مع خاصة قدمت مصلحة العامة الخاصة. لو رفعت هي صوتها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكانها وقد يقتلها، فآثرت أن تضحي بنفسها لتفتدي بنفسها بنات الجنسية. يا الله. السلوك ده أليس قمة السلوك الاجتماعي؟ فنحن في السلوك الاجتماعي نكون هذه واحدة. الثانية لما نادت أي نداء ممكن تصوت، يعني أنا فينا تقول الناس بتتجمع حيث الجيش يقتلها. يبقى أنت أنقذتهم ولا نجيتهم وهلكتهم؟ هلكتهم. كنت سبب الهلاك. إنما كنت صوت؟ لا، ده تمالكت نفسها وضبطت عواطفها واتقت عباراتها ووجهت قومها كأدق ما يكون التوجيه. نادى بأعلى صوته. كمان فين؟ من يعني نداء. الرياء تفيد النداء عن بعد للبعيد. يا لتسمع أكبر خلق النمل. أيها النمل الكل، لم تخصص، لم تخاطب الساسة والقادم، لا خاطب الكل، لأن الخطر ده هياكل الكل. ادخلوا مساجدك. يا تعلم أنها ليست أميرة ولا سفيرة ولا وزيرة. طب تدي أمر ليه؟ ولما يجي واحد يدي أمر موصح السلطان عليه هسمع له؟ برضه هتلاقي في النمل لكع ابن لكع. ممكن يقف يقول لها تبتدي أمر ليه؟ بتاع إيه يعني في كلامك؟ مش كده ليه؟ طب لو ترك واحد من دول هيتدهس فورا، ها؟ لا، هي حتى هذه لم تعطي فرصة أن تنكعه ولا تنكعه. فقالت يا أمر وعلل ادخلوا مساجدكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. كان عارف سليمان؟ ايوه. وانظر العباره، لا يحطمنكم ولا يقتلنكم. يحطمنكم. طب لماذا لم تقل لا يقتلنكم؟ قتل عدوهم. لا، لان التحطيم بالنسبه لهم اخطر 1,000,000 مرة من القتل. جسم النمل زجاجي. فالتحطيم يعني ان يخليها مشلول. النمل يفرط في نمله واحده مشلول بيقيدوا لها جيش كامل يتفرغ لها لنقلها ولاكلها ولشربها ولحركتها. عايزه جيش، عايزه جيش. لو تبقى معوقه عايزه جيش، لكن لو ماتت تبقى اراحت واستراحت. فالقتل التحطيم عندهم اخطر 1,000,000 مرة من القتل. إذا جاءت العبارة لا يحطمنكم سليمان وجنوده، سليمان وجنوده
ما هم ده شروط. بعدين تخيل لو شفنا جند سيدنا سليمان نفسه، يعني احنا نفسه بس نقول لو طلع علي واحد من جند سيدنا سليمان جند مين؟ من الجن والانس. طيب لو طلع علي العفريت الان حد يستمع معي الدرس؟ الله شفت فضح نفسي. من منا اعقل نحن ام النملة؟ من منا اعظم فكرا وحسابات للعواقب نحن ام النملة؟ الفلاسفة لما قالوا ان الانسان فضل على هذه بالعقل والفكر، صحيح؟ غير صحيح. لا بالفكر ولا بالسلوك الاجتماعي ولا بالكلام. وضحت؟ التسبيح والذكر هم اذكر الله منا، ورب نص على هذا فقال تعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن فهم يسمعون. جعلوا التسبيح لهم فيه. بل بين تعالى انهم كلهم لله سجدوا وكلهم لله ملكوا وكلهم لله قالوا واسلموا. بل انكر علينا الا نسلم كما اسلموا، فقال تعالى: افغير دين الله يكون، اي افغير حكم الله ومنهج الله يبدون، وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون. وصل معنا؟ اذا ندري لما كرهنا؟ فين احسن تقويم؟ عزلنا درس بعدها، لكن خلونا نرجع نقول. لكن خلقنا في احسن تقويم. هذا التقويم رب العباد فضلنا به. الملائكه لما راوا التقويم من الله الانسان وهذا التفضيل سلموا للانسان الافضليه بفضل الله. بعده المشرف صدر ابو سلوك. ما تخلف من واحد. يعيد كلام ابليس. اذا قال تعالى بعد المشرف قال: يا ادم انبئهم باسمائهم، فلما انبأهم باسمائهم قال: الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا. يبقى ما وقع السجود الا بعد ان برهن الله لهم استحقاق ادم لهذا التكريم. يا الله. فسجدوا الا ايه؟ الا ابليس. واحد يقول له: طب اختار الملائكه، ماذا ابليس؟ طبعا السياق يوحي انهم ملائكه. فسجد الملائكه الا ابليس. الاستثناء يقولنا في اللغه العربيه له حالات: استثناء متصل واستثناء منفصل. امتى هو متصل؟ لو كان المستثنى من جنس المستثنى منه نقول: قام الخلق الا احمد. احمد من خلق. الاستثناء منفصل اذا كان من توابع الخلق فنقول: قام القوم الا حمار. الحمار من القوم ولا متابع القوم؟ ها؟ طب الاستثناء هنا متصل منفصل؟ منفصل. يقين منفصل. الفزانة الا 50 عاما. اه. استثناء منفصل، يبقى قلنا للملائكة بسجود لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر. ابليس هنا من توابع القوم وليس من قوم، فالاستثناء منفصل بدليل آية الكهف صرح الله في التلات فيها فقال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمره. وصل معنا؟ إذا ندرك لما إبليس توعد أن يضل الإنسان وبدأ يجند مليارات الخلق من الجن لإفساد الإنسان. ها؟ طبعا الشيخ قرأ الآيات مش عايز أدخل فيها، يعني لما يعطينا الخلاصة يوم القيامة وقال الشيطان بعد ما دخل اهل النار النار ولم الرجال تعطوا كلهم معاه، ها؟ وقف بهم خطيبا. ابليس خطيب اهل جهنم. وقال الشيطان مدة ان لم اقل بالامر. بعد ما دخل اهل الجنه جنة اهل النار. ها؟ ان الله اعداكم بعد الحق الى اخره. الشاهد يا اخوانا ابليس لما توعد الملائكه علمت ان حق الانسان وحب الله للإنسان يستحق منهم الدفاع عن الإنسان، فجندوا لكل إنسان ملك، حتى قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملك وشيطان ولازمين ليل نهار. الشيطان يدعو بالشر يحط عليه، والملك يدعو بالخير يحط عليه. وانت نفسك بس معك لو حصلت أي مشكلة بينك بحد لا الشيطان يقول لك: الله هو اكرم منك، انت افضل ابوك انا ابوك. والملك يقول لك: اخي ارحم، ده حبيبك ده حبيبك
ده صديقك، ها؟ واحد يثيرك والتاني يهديك. بيحصل معنا وصلش شغالين ليه بقى معنا؟ واضح المعنى التخيل ده؟ كل انسان فينا له ملاك وشيطان. ملاك، ايوه ملاك، سخر الله الخدمه دي، وده واحد من مليارات الملائكه تعمل لخدمه الانسان. بل رب العباد بين ان من ادناهم لاعلاهم حتى حمله العرش لما راوا تكريم الله ادم جعلوا جزء من عبادتهم لله تكريم الانسان، اما بخدمته واما بالشهاده له واما بحسن الظن به واما بالعمل في صالحه واما بالدعاء له. حتى حمله العرش يقول عنهم تعالى: الذين يحملون العرش ذو صفه الملائكه ومن حوله يسبحون بحمد ربه، لانهم العرب حقهم عبادتهم لله، يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به. بس قال: ويستغفرون الذين امنوا. فجعل ذلك جزء من عبادتهم لله اكراما لله، لانه علم منه اكرام من ادم. يا الله معنى خطبتي: ويستغفر الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم كم دعوا عد فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. دعوا لابويك ولمراتك ولعيالك، ممكن تتساءل ها كم واحد فينا بينسى الحمر في الدعاء؟ انساه ده في الدعاء، في الدعاء اخاف معاكم. بس احد علمائنا كان يعني دعا مجموعه العلماء وهم في البيت عنده، ومره واحده لولاد مراته وهو قاعدين معاه في المجلس: يا فل، يا ورده، يا ياسمينه، يا قمر. فاحد المشايخ قال: يا فضيله الشيخ استحي، احنا قاعدين معاك بتغزل في الولايه قاعدين. قال له: سامحني، اصلا نسيت اسمها. فاللي نسي اسمها افتكر ده في الدعاء وصوت غريب. ربنا اغفر جنات عدن الدعاء ومن صلح من ابائي وازواجي وذرياتي انك انت العزيز الحكيم. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. اذا ندرك هذا المعنى، هذا اصل عظيم جدا، ان يسخر الله للملائكه. الملائكه دول ملزمين الليل والنهار في صلواتنا، في عباداتنا، في طاعاتنا، في جهادنا، في كل اعمالنا. كل هؤلاء أذن الله لهم بالظهور مع الأنبياء صفوة البشر. ما منهم واحد إلا وشهد لكل الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، إلا شهد له بشهادة الله لذاته. هل يمكن أن يتصور أن كل الملائكة دول يشهدوا على كذبة وهم لا يكذبون خط؟ عد الله شهادتهم مجتمعين شهادة وأصل نبني عليه شهادتك، وده الأصل الثاني. يبقى الأصل الأول في أشهده نشهد بشهادة الله لذاته. الأصل الثاني نشهد بشهادة الملائكة له بالتوحيد، ودول كلهم عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون. يعني قمة الإيمان وقمة العطاء وقمة الصدق وقمة، فكلهم شهيد. كيف لا نشهد بشهادتهم؟ نجعل ده أصل نؤسس عليه شهادة. وصل معنا؟ الأصل الثالث في عجالة الأخت المرة في مساحة كتير، شهادة أولي العلم. أولي العلم فريقين، رؤوس أولي العلم الأنبياء والرسل. هل في نبي في التاريخ كله لم يشهد لله بالوحدانية؟ طيب من أسمى من الأنبياء والرسل في البشر؟ في أسمى منهم؟ يستحيل. فإذا كان أسمى الخلق وأعقل الخلق وأحكم الخلق في كل العصور والدهور شهد الله الوحدانية، ألا نبني شهادة عن شهادته؟ لذا عد الله شهادة هؤلاء جميعا شهادة نبني عليها شهادته. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. الكل شهد. يبقى احنا لم نشهد في امان احنا من هذا المال، نكون مع هؤلاء.
أصفى الخلق وأسمى الخلق وأحكم الخلق من الأجزاء. وصل معنا؟ يبقى ده الأصل الثالث. يأتي بعد الأنبياء المحسن والعلم أتباع الأنبياء الحواريين والموحدين من آدم إلى ابن الدين، كل هؤلاء اجتمعوا على كذبه والمستحيل اجتمعوا على كذبه، كلهم شهدوا لله الوحدانية. أليست شهادتهم شهادة نشهد بها لله على الوحدانية؟ ها ده الأصل رقم كم ده؟ 4. الأصل الخامس، ها الأصل الخامس القرآن، معجزة الله الخالص الذي تحدث رب العباد أن نأتي بكتاب منه، وعجز الخلق مجتمعين أن يقبلوا التحدي. في أي عصر نزل؟ في عصر البلاغة، عصر الفصاحة العربية، أسمع عصور عربية عصر نزول القرآن. الناس كانت تتكلم شعب سليم أيضا. ليه؟ لأن كان وصل مرحلة إن أصبحت التسلية بتاعتهم اللغة. التسلية، التسلية بتاعتنا إيه؟ ماتشات الكورة. مش كده ده إيه؟ وكل يوم فريق دوري محلي وتخلص الدوري المحلي نخش في الدوري العالمي، كأس العالم، كأس الأمم الأفريقية، مش كده ده إيه؟ وتلاقي الناس كلهم مجتمعين وآخر الماتش كله شمال إيه؟ يسقف وصفر. تي تي أهلي الخبر بتاعنا. ما نفعله الآن كان العرب يفعلونه مع اللغة. في دوري محلي في مكة نصب في الكعبة 360 سنة 360 سنة، كل سنة إله وكل إله له مولد. فبعد كم مولد؟ 360. السنة عندهم كم يوم؟ 360. لا 354 هجري. ما كان عارف من هذه والله، يعني عندهم 6 أيام فيها الاحتفال دولي لصالحنا مع بعض. الاحتفال بيقول يعني كل بلد مختص بصالحنا. يوم الاحتفال بيعمل احتفال، ينصب في الكعبة في مكة داخل الحرم سامي مسرح، مسرح، ويجتمع الناس من كل صوب وتقام مباراة بين بطون أهل مكة. فيأتي أشعر كل بطن شاعرهم الأكبر وخطيبهم الأعظم ويتبرك طبق الشعر، وفي جلسة على المسرح لجنة التحكيم تحكم، وقاعدين من أول لحظة لآخر لحظة كل يسمع الشعر ويسمع الناس ويتذوق ويحكم هو بنفسه. طب مين اللي أشعر من مين؟ ومين اللي أبلغ من مين؟ طب البيت ده أبلغ البيت ده؟ وقاعدين كلهم على هذا النحو. لحظة إعلان لجنة التحكيم النتيجة، الكعبة تولع تصفيق وصفيق طيب طيب. ها؟ وصلت؟ لذا قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيه؟ يعني مكاء وتصديق، تصفيق وصفيق. وصلت؟ ماتشات كورة، لكن ماتشات مش كورة بقى، في التبادل في الشعر النثري. إذا الدوري المحلي، الدوري العالمي عملوا له أسواق ضخمة، استادات ضخمة، سوق عكاظ والمجال وغيرها، وتلاقى كل بطولة العرب. لكن المباراة المحلية دي بيبقى التبادل في 100 بيت، 200 بيت، الكأس العالم 1000 بيت. يبقى القصيدة اللي تخش كأس العالم كم بيت؟ 1000 بيت. هتبارك مع 1000 بيت تاني. القصيدة اللي تفوز وتاخد كأس العالم تعلق في الكعبة داخل الكعبة لمدة عام لغاية ما يجي كأس العالم الجديد. اللي تفوز تنزع الأولى وتطلع الثانية. وصل معنى دي؟ لغاية ما اللغة العربية أصبحت مش لغتهم، لا ده أصبحت طيعة في لسان عامة. أصبح العامة ينظموا الألف بيت بالسجية. ألف بيت مش بيت واتنين، ألف بيت. خلي بالنا ده معنى خطير جدا. اللغة طيعة لسانهم الكلب نحو نفسه. يعني وصل المعطاء متأخر في جيل التابعين، كان أدب في الرواق، كان يخطب الجمعة لا يستخدم امرأة قط قط. عجيب. لا إله إلا الله. لغاية ما اعتقدوا بعض أصحاب خلي بالك أنه أدب في الرواق، قال لك بس الخطبة حضرها، فحبوا يحجوا الدور الخليفة.
فأعطوا له ورقة خلوه يقرأ هذه على الخليفة. كلها راء. أمر أمير الأمراء بحكم ابن الصحراء. أول ما مسك الورقة قال حكم حكيم الحكماء بنقل ابن في البيداء وأفلت وأصلح. ما فيش مسك على حاجة. ولا بس. علي بن أبي طالب يدخل على جماعة الصحابة فوجدهم يتناقشون. أي حروف اللغة أكثر تكرارا؟ فاجتمعت كلمة الصحابة الألف. قال اسمعوا مني. فقام فيهم خطيبا بمئتي جملة لم يستخدم فيها الألف قط لا قطعة ولا وصل. إيه دول يا أخوان؟ دول أصحاب الإنسان. ينزل القرآن تحت كل دول ويمرر بهم التراب ورب العباد يعلم يعني العربي فيها ألفا. يجيبهم يسفى حقولهم وقالهم وأبائهم واللي جابوهم اللي خلفوهم عشان يقبلوا التحدي وقت مثل هذا القرآن وعجزوا. فلما عجز عن يد المسلم بل جعل رب العباد الاتيان بالمسلم مش مستحيل. مستحيل يبقى لعب عيال. العرب لما يجد الامر اوقل في الاستحاله يقال هذا الامر من رابع المستحيلات. ليه رابع؟ لان عندنا احاد وتسليه وجمع. اقل الجمع كام؟ ثلاثه. واخره فين؟ ليس له نهايه. يبقى الثلاثه زي ثلاثه مليون. وصلت؟ اذا تجاوز اول مرحله في الجمع فيقال تجاوز الجمع. مستحيل خلاص. فيقال من رمى المستحيلات يعني تجاوز الجمع كمان. يقال لما نزل لم يجعل الاتيان باسم رمى المستحيلات بل جعله من سابع المستحيلات. يبقى جابنا في النص ده. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كم مستحيل في الايه؟ سبعه. عشان نجمع الانس كلهم في مكان واحد نقدر؟ نجمع كل البشر الكره الجامعه العظيم؟ يستحيل. نقدر نجمع العفاريت والجن من كل الارض في مكان واحد؟ مستحيل. ثاني نقدر نجمع الانس والجن معا؟ مستحيل. ثالث نقدر نوحد كلمه الانس على ان يقبلوا التحدي وتظاهروا جميعا ليتم هدف واحد ان يدرس هذا القران. نعرف نجمع اهل كالجري؟ اذا كنا مش نعرف نجمع اهل كلمه اهل كالجري بل اهل المسجد مش اهل كالجري. هنجمع اهل الكره الارضيه جميعا على كلمه واحد؟ مستحيل. نستطيع ان نوحد كلمه الجن على هدف واحد ان يتظاهروا ويدرس هذا القران؟ مستحيل. نستطيع ان نوحد كلمه الانس والجن معا ليتظاهروا جميعا ويدرس هذا القران؟ يستحيل. ثالث وإن اجتمع الستة فالإتيان بمثله مستحيل. لا إله إلا الله. وصلت معنا؟ وذلك كنت نزل الامتحان، قال مش قادر لي ومثله، هاتوا 10,000 مثل. مفيش 10 سور، مفيش 10 سور. قال سورة المثل. وادعوا من استطعت المثل إن كنتم صدقين. عجز عن سورة، خرج القرآن. قد فأتوا بسورة من مثلي. من مثلها تشبهه. تشبهه تقترب منه حد. وادعوا شهداءكم بما كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. يا الهي ولن تفعلوا من مثل. واضح المعنى الخطير ده؟ هذا القران اللي تحدى الله بالعالمين وجعله معجزه الله الخالده في الغابرين. الم نص عن توحيد الله؟ اما تكفينا هذه المعجزه لتكون شهاده بها نشهد؟ ده النصر خد كام؟ ها؟ خمسة. الأصل السادس آيات الله المنزولة في الكون. طبعا ما محفوظة. كل الناس لما يستدلوا على الله يستدلوا بإيه؟ برقم ستة. ولكن الأثر يدل على المسيح. بس يبقى نستدل على الله بالأثر المؤثر. بقى نسيب الأصول الخمسة ونمسك في الأصل رقم ستة. الناس لا يعرفون غيره. إلا ما رحم ربك. إلا ما رحم ربك. إذا هذه أصول ستة. والقرآن مليء بالاستدلال بالآثار على المؤثر. لما يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ هتقول له طب أيوه حد غير ربنا خلق. من خلق؟ أم خلق غير شيء؟ أم هم خلقون؟ أم خلق السماوات والأرض بل يكونون؟ إلى آخر الآية. أوه تحت السماء.
سموه كان آسف. لا 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 ما سمحناش احنا قليل كان آسف جدا. سوي ما نظرت السعد. لا والله شيخ ما في احنا خلاص نكتفي بهذا. اللي دي اصول سته تبنى عليها الشهاده. اللي يشهد هذه الشهاده ينال هذا الشرف العظيم الذي فيه يقول تعالى يعني الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه قال كشجره طيبه. ما تكلمنا عن كلمه طيبه بس ولم تكلم عن الشجره الطيبه عايزينها محاضره عشان نتكلم في النخله وايه علاقتها بكلمه التوحيد. وصلت؟ واحنا كل ده في جزء من الآية. أسأل الله أن ينفعكم من سمعنا وتقبل ولكم عفا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.